مرحبا بطبيعة الحال جماعة الدار البيضاء. اليوم كنحضروا لهذا الملتقى الأول من نوعه اللي كيتكلم الموضوع حول المنظومة الاجتماعية واللي خدات شعار الإدماج الاجتماعي رافع للتنمية. وحنا كنراهنوا بطبيعة الحال في جماعة الدار البيضاء على في هذا الحق الاجتماعي بحكم أننا كنتكلموا على دولة اجتماعية وجماعة اجتماعية ومواطنة وانخراط الجميع الفعاليات. نحن نتكلم هنا اليوم على الالتقائية بين القطاعات الوزارية ومختلف المجالس المنتخبة من أجل الرفع بطبيعة الحال المستوى المعيشي ديال المستوى المعيشي والمستوى الاجتماعي ديال الساكنة البيضاوية. الرهانات كبيرة والانتظارات كبيرة ديال المواطنين ديال الساكنة البيضاوية. واليوم احنا اليوم كنقولوا اننا قد التحدي واننا ان شاء الله غادي نمشيو في بطبيعة الحال الخطى ديال القيادات ديالنا والسيد رئيس ديال مجلس مقاطعة الحي الحسني الموقع ديالنا بحكم اننا كنديروا سياسة القرب وسياسة القرب بطبيعة الحال من المواطنين واننا عندنا واحد العدد ديال رياض الاطفال ودار المسنين وحنا كنعانيو بطبيعة الحال من الافات اللي تعرضوا اليوم في واحد مقاطع فيديو في هذا العرض ديال اليوم. حنا كنعانيو من هذه الافات هادو الافات الاجتماعيه اللي خصنا نتحدوا جميع من اجل بطبيعة الحال التجاوز ديالها ونحسنوا هذا المستوى ديال هذه الفئه من المجتمع اللي ضروري خص كيف ما قلت انخراط ديال جميع القطاعات من اجل الرقي بطبيعة الحال بهذا المجال الاجتماعي في المغرب. وايضا اسمح لي انا كناخذ الكلمه بطبيعة الحال بالنيابه على السيده النائبه ديال الرئيس المفروض لها القطاع الاجتماعي اللي كتبذل واحد المجهود كبير من اجل الرقي بهذا القطاع هذا واللي كتوفر واحد العدد ديال الحاجيات لا في جميع المجالات الاجتماعيه بطبيعة الحال. تكلمنا على رياض الاطفال وايضا دار المسنين اللي كاينه والعدد ديال الفئات الهشه اللي كاينه في المقاطعه ديال الحي الحسني وايضا بالنسبه لجماعه الدار البيضاء.